لما تكون اللمة الحلوة في بيتنا وتد. اللمة الحلوة مشروع عظيم جدا بلخص جميع الأفكار اللي أخذناها حتى الآن بملف بفيديو. لمتنا الحلوة حتكون في المواد الأحياء والرياضيات والفيزياء وما رح توقف هون. طبعا لمتنا الحلوة بالأحياء حتكون كربوهيدرات، بروتينات، ليبيدات، حموض نووية، حبايب القلب مجانا لكل طلاب المملكة. حضر حالك يوم الجمعة بتاريخ 8/9/2023 الساعة 9:00 صباحا على قناة موقع وتد التعليمي اليوتيوب، وحتى كمان على قناتي الأستاذ مصعب القطاوي. حنشرح فيها كل تفاصيل بالمواضيع اللي حكيت لك إياها. أما بالنسبة لسامر ولد رشاد وفيما يخص التفاضل ولعبته، هوايته، شغفه، ودائماً بصب طموحه وتعبه في اللمة الحلوة. 100 سؤال في التفاضل، 70 ضع دائرة، 30 سؤال مقالي، ملف PDF بيحتوي على كل قانون، كل تفصيلة، كل متطابقة، كل ملاحظة. صدقني سميتها سامر حيرجع يعيد شرح الوحدة كاملة وسعادة عظيمة فوق ما تتخيلها. موعدنا يوم الجمعة 15/9 الساعة 9 صباحا. راح أفعل رابط موقع وتد ورابط اليوتيوب وحيكون مجانا لكل طلاب المملكة. صدقوني لا ينحكى عنها في كل صف وفي كل مدرسة. حسيبكم عيزن القامو. ولمتنا مش بس رياضيات وأحياء، ومش بس القطاوي والسمر بيعملوا لمات. حكون معكم بإذن الله عز وجل بـ 22/9 بأفخم وأقوى لمة لمادة الفيزياء اللي بوعدكم ما راح تكون إشي عادي. بإذن الله عز وجل حنفرتك المادة فرتكة. لمتنا حتكون عبارة عن خرائط مفاهيمية، ملخص للمادة النظرية، أكثر من 100 سؤال موضوعي، إضافة لملاحظات ونوتات هامة جدا. كل اللي عليك تضبط منبه 22/9.